السلام عليكم. وصلتني أسئلة من بعض الطلبة، افتهمت أنه أكو شوية صعوبة في فهم الموضوع، فحاولت ألخص بعض النقاط على مود أسهل الموضوع عليكم. إحنا قلنا أنه كل السباينال نيرف تحتوي على سوماتيك وسيمباثيتيك فايبر، وبوث السمباثاتيك والسوماتيك ار ميكسد، يعني بيها موتر وبيها سنسري. ناخذهن وحده وحده. الموتر في حاله السوماتيك بالنيورون مالته وان نيورون اللي هي متمثله بالانتيرير هورن سيل اللي هي لور موتر نيورون. الابر موتر نيورون هي موجود بالكورتكس وهو مسيطر على الانتيرير هورن سيل، فيعني كونشس ليفل، يعني نحس بها. الباثوي مالته شنو؟ الفايبرات تطلع الاكزون اوف ذا الانتيرن هورن سيل، يطلع بالفنترال راماي للسباينال نيرف للريماس سباينال نيرف، يقعد لي دورسال وعندي فنترال، وللبريفرال نيرفز الميديال والانر نيرف، ويصير ديستريبيوشن الى البادي. فمن راح من اللي افكتر هنا اول ذا سكيليتال مسل. اوكي، هاي في حاله السوماتيك الموتر. في حاله الموتر في حاله السمباثيتيك النيورون، هنا تو نيورون عندي بري جانجليتيك نيورون وبوست جانجليتيك نيورون. البري جانجليتيك نيورون هو باللاترال هورن سيل اللي موجود بالسيجمنت وثوراسيك سيجمنت 1 الى الال 2. اوكي، وعندي الباراسمبثي وهاي تكون تحت الكنترول اوف ذا الهايبوثالاموس، ولهذا هو انكونشس ليفل غير حسي. النيورون الثاني ما كاتبه هنا ناسي، البوست جانجليتيك نيورون، هذا خارج السنترال نيرفس سيستم. في حاله السمباثيتيك يكون موجود بمكانين، موجود بالسمباثيتيك تشين على جانبي العمود الفقري، ولذاك متروسه هاي جانجليا فيسموها بارا فيرتبرال جانجليا، ومكان ثاني موجودة قدام الفيرتبرال كولومن يسموها بري فيرتبرال جانجليا، وهاي موجودة بالأبدومن فقط. أوكي، هذا السكند نيورون. الأفكتر هنا شنو؟ المن راح تأثر؟ راح تأثر على all the smooth muscle fiber cardiac muscles and all glands، كل الجلاند lacrimal glands sweat gland بالجسم واكسترا. أوكي، الباثوي مالته شنو؟ هذا يتقسم حسب الليفل، من الليفل ذا تي 1 الى الال 2. اوكي، لان موجود باللاترال هون بهذا الليفل، راح يطلع الاكزون مال اللاترال هون اللي هو بري جانجليتيك فايبر، تمر ويا الفنترال روت ويا الموتر مال السوماتيك الى السباينال نير، بس ما يكمل. وين راح يروح؟ راح يروح عن طريق الوايت راماي كوميونيكانت الى البوست جانجليتيك نيورون اللي موجوده بالسمباثيتيك تشين ريلي هناك. بعد ما صار لها ريلي اكو احتمال نوعين من الفايبرات، فايبرات تروح ترجع للسباينال نيرف ثوراسيك سباينال نيرف عن طريق الجراي راماي كوميونيكيت اللي يربط السباينال نيرف ويا الجانجليا. كل الثوراسيك انتر كوستال نيرف سباينال نيرف، انتر كوستال نيرف يعني سباينال نيرف ثوراسيك سباينال نيرف، بيها تو راماي، واحد جراي وواحد واحد وايت. الوايت يدخل الموتر ويدخل يعني يطلع الموتر للجانجليا زين، ويدخل الافرنت من الجانجليا الى النيرف. اوكي، فهسه هذا الموتر طلع من النيرف يدخل للجانجليا، داخل الجانجليا عن طريق الوايت، بعد ما يصير ريلي يرد يدخل البوز جانجليتيك فايبر، يرد يدخل للثوراسيك سباينال نيرف. اوكي، وديستريبيوتد ان تو السكن ان اول اوفر ذا بودي. المن يجهز ثلاث اشياء بالسكن، يجهز ثلاث اشياء. اذا طلع عن طريق النيرف السباينال نيرف يروح يجهز السكن، شي يجهز؟ يجهز الكوتينيوس بلاد فيسلز زين. اوكي، يسوي فازا كونستركشن زين، ويجهز السويت جلاند. اوكي، يحفزها على السكريشن لان هو موتر
فيسوي سودوم سيدو موتر ويحفز السموث مصل الموجود اوف ذا الهير فوليكل اللي هاي اللي تسوي الاركتر بيلي اللي تسوي شنو اركشن للهير زين هاي بالنسبه للسكين او صار لي بالجنجليا بس ما يطلع يروح للثوراسيك سباينال نيرف لا راح يطلع ميديالي يروح الى الثوراسيك كافيتي از سيبريت نيرف زين يسموها ثوراسيك او كارديو بالمونري سبلانكليك شي يجهز يجهز كل الفيزرا الموجوده بالنك بعد ما ان يكون بلكسس نير ذا الاورجانز فعندي بالمونري بلكسس كاردياك بلكسس ايسوفاجيال بلكسس شي يجهز هذا يجهز البرونكاس برونكو دايليتر وفازو كونستريكتر وديكريز السكريشن للهارت كنت اني بالمحاضره كاتب ديكريز لا هي انكريز الهارت لانه هي السمباثيتك كارديو اكسلريتر زين ودايليت الكورينري ارتري عكس السكن هنا السكن يسوي فازو كونستريكشن بالكورينري يسوي دايليتيشن اوكي واني اشكر الطالبه فاطمه لان نبهتني على هاي النقطه اوكي فهذا هسه هاي مفهوم هذا الاحتمال الاول انه يصير هيجي يصير ريلي بالبوز جانجليتك فايبر ات ذا سيم ليفل اوكي اذا زين السيجمنت اللي فوق التي 1 وال 2 ما بيها يعني فوق السيرفايكال ما بيها لاترال هورن ولا اللمبر والساكرال بها لاترال ايش راح يصير هنا راح اللاترال هورن سيل اكزون اوف من الواحد تي 1 الى تي 4 البري جانجليتك فايبر مالتها تطلع تروح ويا الفنترال روت ويا السباينال نيرف عن طريق الواي تراماي كوميونيكيشن تو ذا بوست البوست جانجليتك نيورون او ان ذا سمباثيتك انتراك ات ذا سيم ليفل but not relay هنا ايش راح يصير بها ascend upward تروح الى السيرفايكال سمباثيتك جانجليا وهذني ثلاثه سوبيريور وميدل وانفيريور تصير ريلي بها ويطلع بوز جانجليتك فايبر يطلع شنو يطلع يرد يدخل اما ان يرد يدخل الى السيرفايكال هنا سيرفايكال مو يرجع للثوراسيك للسيرفايكال سيرفايكال سباينال نيرف زين ولهذا السيرفايكال سباينال نيرف بي بس غراي رماي ما بي وايت رماي اوكي راح يدخل بمنانة اوكي يروح ويصير له ديستريبيوشن اوف ان ذا سكن اوف ذا هيد انك يجهز كل السكن هنا هم نفس الاسلوب هم يجهز بالسكن ثلاث اشياء اوكي او لا ما يروح يرجع للسيرفايكال يسوي بلكسس اراوند الارتري اللي رايح لي يدخل الهيد على مود يجهز الهيد انك زين فشي يروح عن طريق الارتري ومن يوصل للاورجان يجهز الاورجان مثلا اللاكريمال جلاند اوكي يساعدها على الكريميشن العضلتين موجوده بالعين وحده بالجفن وحده بالبؤبؤ الدايليتر بيوبلي هاي الموجوده بالبيوبل تسوي دايليتيشن للبيوبل اوكي ومصل ثانيه سموث مصل موجوده بالابر ليد يسموها مولر مصل هاي تسوي اليفيشن للابر ليد اوكي للابر ليد وقلنا يروح للسكن عن طريق النيرف سيرفايكال نيرف اوكي او عن طريق الارتري يروح للسكن هم عن طريق الارتري يروح اوكي او احتمال ثالث يطلع سيبريتلي يطلع واحده كاز سمباثيتك نيرف يسموها كاردياك نيرف زين واحده من السوبيري كاردياك نيرف من السوبيريور ومن الميدل ومن الانفيريور جانجليا وينزل للهارت يجهز الهارت واضح يعني هذا هو الاحتمالات زين البلو بلع راح ينزل لي جوا ليش لان انا عندي سيجمنت همينه ما بيها لاترال هورن اللمبر والكوكسيجيال والساكرال هم ما بيها لاترال هورن فراح يجيها شنو راح يجيها بري جانجليتك فايبر من اللاترال هون سيجمنت ثوراسيك سيجمنت 5 الى 12 هم يطلع على الفنترال روت سباينال نيرف واي تراماي كوميونيكيت بوستيرير بوست جانجليتك نيورون اوف ذا سمباثيتك ترانك ات ذا سيم ليفل بس ما يصير ريلي بيها ايش راح يصير بيها ديسند داون وورد وذن السمباثيتك ترانك الى ان يصل الى
السمباثيتك تشين مال اللمبر ومال الساكرال ومال الكوكسيجيس يصير يسوي هناك ريلي زين ويطلع السباينال نيرف اللمبر سباينال نيرف ساكرال سباينال نيرف كوكسيجيس سباينال نيرف عن طريق الجراي راماي كوميونيكنت ويصير ديستريبيوشن للسكن. اوكي هاي هسه واضح الاحتمالات هذني. اكو احتمال اخر بسيجمنت من ثوراسيك سيجمنت 5 الى 12 اللاترال هورن مالتهن الاكزون بعض الاكزون مالتها بريجانجليت يدخل الفنترال روت سباينال نيرف وايت راماي كوميونيكنت البوست جانجليتك نيورون ان ذا ات ذا سيم ليفل نوت ريلي. ايش راح يصير له به هنا؟ ما ينزل ولا يصعد ضمن السمباثيتك تشين، لا راح يطلع ميديالي. هاي الكلمه امسحوها نسيت امسحها، يطلع ميديالي از اسبرت اوكي بري جانجليتك مو بوست جانجليتك يسموها ابدومينال سبلانكنيك وهن ذن ثلاثه جريتر سبلانكنيك لسر سبلانكنيك ليست سبلانكنيك. الجريتر هذا يجيني من الخمسه والتسعه مال اللاترال هون، اللسر من العشرة والهدعش، الليست من الاثناعش. زين يطلع عن از سمباثيتك نيرف بري جانجليتك زين يدخل الابدومن يسوي ريلي بالنوع الثاني من البرفرال جانجليا اللي هي بري فيرتبرال جانجليا وهذا الثلاثة سيلياك سوبيرير ميزنتري انفيرير ميزنتري. البوز جانجليتك فايبر مالتهن يطلع يروح ديستريبيوتد تو ذا ابدومينال بولفيك اورجان. اوكي وذ وان اكسبشن الفايبر اللي رايح للادرينال مدلة زين هذا ما يسوي ريلي بهذني البري فيرتبرال جانجليا يبقى بري جانجليتك فايبر الى ان يصل الادرينال مدلة. هذا ناخذه ان شاء الله بالاندوكراين. واضح يعني؟ فهذا الرسم اللي سألوني عليه الطلبة انه هذا هو سكشن ترانسفيرس سكشن بالسبانال كورد مبين بالجراي ماتر البوستيرير هون السنسري والانتيرير هون الموتر واللاترال هون هذا هو اللي بي بري جانجليتك سمباثيتك النيورون. زين هذا المقطع هو من بالتحديد ما بين التي 1 الى الال 2. اوكي يطلع من عند البوستيرير هون الدورسال روت اللي هو سنسري ويطلع من الانتيرير هون الفنترال روت اللي هو موتر يتحدن يكون لنا العصب سباينال نيرف يروح هذا هو السوماتيك. هسه نيجي على السمباثيتك. السمباثيتك يطلع لنا من اللاترال هنا يطلع هذا موتر اذا سمباثيتك موتر هذا يطلع ميل يطلع من الفنترال يدخل للسباينال نيرف من السباينال نيرف ما راح يكمل ويا النيرف لا راح يدخل عن طريق الوايت راماي كوميونيكيت تو ذا السمباثيتك تشين اللي موجوده بالسمباثيتك ترانك. هنا راح يصير له ريلي. من يصير ريلي البوز جانجليتك يرد يدخل للنيرف عن طريق الجراي راماي كوميونيكيت يصير له ديستريبيوشن الى السكن بالتحديد. يجهز ثلاث اشياء، يجهز السموث مسل اوف ذا الهير فوليكل زين الركتر بيلي اللي راح يسوي بايلو موتر ويجهز السويت جلاند يحفزها على السكريشن الى السويت فيسموها شنو سودو موتر ويجهز الكوتينيوس بلاد فازز يسوي كونستراكشن فيسوي فازو موتر. اوكي او ما يطلع من هنا ايش راح ما راح يطلع راح يطلع ميديالي از ا سيبريت نيرف سمباثيتك نيرف اسمه شنو هذا بوز جانجليتك هذا ثوراسيك نيرف او نسميه اسم ثاني اخر كارديوبولموناري سمباثيتك. هذا شيء جهز الثراسك فيزرا كلها اللانج والاوسوفيغاس وكذلك الهارت. واضح الهارت او شنو او ما يسوي ريلي بالجانجليا ات ذا سيم ليفل وذ ذا سيجمنت سباينال سيجمنت لا راح اما يصعد لي فوق يصعد للاعلى للسيرفايكال لان هاي السيرفايكال ما بيها lateral horn على مود يطلع البري جانجليتك فايبر فراح يصعد لي فوق يروح الى السيرفايكال جانجليا اللي هي ثلاثه زين
او ينزل جوه، لان جوه هم نفس الشيء، اللمبر والساكرال والكوكسيجل ما بيها، ما بيها لاترال هون، فيحتاج لها يوصل لها بريجانجليتك فايبر، واضح؟ او لا يطلع من الميديال سايد بس يطلع شنو بريجانجليتك، ما يطلع بوز جانجليتك، اوكي؟ وهنا ما راح يروح للثوراسيك فيزرا، لا راح يدخل الابدومن، بس هو داخل الابدومن هنا بريجانجليتك بعده. زين هو ما يوصل للافكتر الا بوز جانجليتك، فيحتاج شنو؟ يحتاج بيرفرال جانجليا يسوي بها ريلي، وهذني البيرفرال جانجليا بري فيرتبرال جروب جانجليا اللي هن ثلاثه السيليك كلهن، فراح يسوي بها ريلي، والبوز جانجليتك فايبر من عندها يصير له ديستريبيوشن للابدومينا وبلفيك اورجان. قلنا ما عدا الادرينال ميدلا يبقى بري جانجليتك فايبر، يعني ما يسوي ريلي هنا، لا يبقى يروح الى الادرينال ميدلا هناك يسوي ريلي، اوكي؟ ولهذا الادرينال ميدلا تعتبر شنو؟ تعتبر بيرفرال جانجليا. واضح هسه؟ هاي هذا السؤال اللي سئلوني عليه. هنا من يصعد الى السيرفايكال، هذا هو جاييني شنو هذا؟ هذا جاييني من اللاترال هورن مال ثوراسيك سيجمنت واحد الى الاربعه، صاعد البري جانجليتك فايبر مال اللاترال هورن ثوراسيك سيجمنت من واحد الى اربعه، يوصل هنا بالسيرفايكال قلنا ثلاثه عددهن. زين والبوز جانجليتك فايبر مالتها شلون راح يروح؟ راح يصير له ديستريبيوشن بثلاث طرق، اما انه يرجع عن طريق الجراي ماتر الى السيرفايكال سباينال نيرف ويصير له ديستريبيوشن للسكن، او يمشي على ويا الارتري، يعني يطلع البوز جانجليتك فايبر تطلع تسوي بلكسس اراوند الريجنال ارتري و distributed الى الاورجان اللي بالهيد، اوكي؟ او انه لا يطلع ك سيبريت نيرف، سوبيريور كاردياك نيرف برانش وميدل كاردياك برانش والانفيرير، هذا ينزل للثوراسك يطلع يروح يجهز الهارت. اذا الهارت يجي له اما من البوست جانجليتك فايبر، يجي له من السيرفايكال جانجليا، او يجي له من الثوراسك ايضا، اوكي؟ يجي له من الثوراسك ايضا، واضح؟ فهذا من يدخل الهيد ايش راح يجهز؟ قلنا راح يجهز العين بمكانين، عضله بالبؤبؤ توسع البؤبؤ دايليتر بابلي، ها، وعضله الثانيه سموث مصل بالجفن يسموها مولر مصل ترفع الجفن، اوكي؟ وكذلك يروح للسكن يجهز السويت جلاند بالسكن، اوكي، ويجهز الارتري الكوتينيوس ارتري بيجي بالسكن يسوي فوزو كونستركشن، اوكي. فهذا ذني اذا انقطع الطريق عن هنا، يعني اذا انقطع هذا السمباثيتك اذا ما راح للهيد، هذني ما راح يصير بيها انرفيشن. فالعين ايش راح يصير بيها؟ راح يصير بيها البؤبؤ مالها يضيق، يسمونه مايوسيس. الجفن راح يصير له هطول. زين الفيس راح يصير شنو؟ فلاشينج. ليش؟ لانه الارتري صار كونستريكتد، راح يصير بها راح الكونستريكشن، راح يصير بها دايليتيشن. السويت جلاند راح يقل السكريشن مالها، انهايدروسيس. هاي ايش وقت القاها؟ هاي القاها من اكو تيومر موجود بالابكس اوف ذا لانج. ليش؟ لان الابكس اوف ذا لانج تدخل الروت اوف ذا نيك، خلفها بالضبط اكو هاي الجانجليا الموجوده انفيرير السيرفايكال جانجليا، فيضغط عليها. من يضغط عليها ينقطع البري جانجليتك فايبر اللي صاعده للسيرفايكال جانجليا، راح تنقطع، اوكي؟ فينقطع الهاي، فهاي الحاله يسموها هورنر سيندروم، تصير بالتيومر اوف ذا الابيكال ريجن اوف ذا لانج، واضح؟ فملخصها أنا هنا، هي واضحة بالتلخيص بس الظاهر يعني كانت صعبة فهمها، إنه السيمباثيتك الموتر بي تو نيورون، وحدة بري جانجليتك نيورون موجودة باللاترال هون، والبوز جانجليتك نيورون اللي موجودة بمكانين موجودة، أما بالسيمباثيتك تشين يسموها بارا فيرتبرال جانجليا، أو موجودة بالبري فيرتبرال جانجليا، هاي موجودة بالأبدومن، بينما هاي موجوده
السمباثيتك تشين موجوده على طول بموازاه الفرتبره على طوله من البيس اوف ذا سكال الى الكوكسيج. اوكي. والسمباثيتك انرفيشن لا من يروح للاورجان الا صاير له شنو بوز جانجليتك نيورون، بوز جانجليتك فايبر يروح له، فلازم يسوي ريلي بهذين الاثنيناتهم. واضح؟ هنا أنا كاتب لك شنو البري جانجليتك فايبر مال اللاترال هورن، من تطلع من اللاترال الاكزون مال اللاترال هورن هو نفسه بري جانجليتك فايبر. هذا من يطلع شنو الاحتمالات انه يصير بي؟ قلنا الاحتمالات اما انه يصير ريلي بالجانجليا والسمباثيتك تشين ات ذا سيم ليفل، اور يصعد للسيرفايكال جانجليا، اور ينزل لللمبر جانجليا، اور نوت ريلي بالسمباثيتك جانجليا مال السمباثيتك ترانك اصلا، يطلع من عندها يسوي ريلي بالبري فيرتبرال جانجليا. اوكي، وهاي كلها فصلناها. البوست جانجليتك فايبر اللي راح تطلع ايش راح تطلع؟ تطلع اما تروح ويا السباينال نيرف البوست جانجليتك فايبر بعد ما يسوي ريلي بالبوست جانجليتك جانجليا نيورون. شنو وين راح تروح؟ تروح اما عن طريق السباينال نيرف تروح الى السكن، فتجهز هذني الثلاثه الاركتر بيلي اوف هير فوليكل لو السويت جلاند لو البلد هاي مسحها هم ما مسحتها البلد فازلز اوف ذا السكن هاي مسحوها هنا يعني يسوي كونستركشن للبلد فازلز اوف ذا السكن مو دايليتين. زين هاي وحده. او يطلع البوست جانجليتك يروح از سبرت نيرف يسموه للثوراسيك ريجن، يجهز الثوراسيك فيسرا الاوسوفيغاس اللانج والهارت، فيسموه كارديو بولمونري سبلاليتنيك او ثوراسيك سبلاليتنيك. او يبقى بري زين، ويدخل الابدومن از ابدومينو بلفيك سبلانيك، يصير ريلي وين؟ يسوي ريلي بالبري فيرتبرال جانجليا. هاي هي خلاص. اوكي، وهاي هسه حكيتها مال انه الريليشن مال الابكس اوف ذا لانج ويا الانفيريور سيرفايكال جانجليا، لانه الانفيريور سيرفايكال جانجليا موجودة behind or posterior to the apex of the lung، محصورة ما بين the apex of the lung and the neck of the first rib. فهذا من يصير عندك هنا pathology بالapex راح يضغط على الجانجليا وبالتالي يقطع sympathetic innervation to the head and neck، فتصير هاي الهورنر سيندروم اللي موجودة الأعراض دني. هاي حكينا الموتر. السنسري شنو الفرق بالسنسري بين السوماتيك والسمباثيتك؟ بالسوماتيك ادي فيرست اوردر نيورون وسكند اوردر نيورون. فيرست اوردر نيورون هي الدورسال روت جانجليا اللي موجوده خارج السباينال كورد. السكند اوردر نيورون هي البوستيرير هون سيل. زين، الباث واي مالته شنو؟ من السكن يجيني على الريسبترات الموجوده بالسكن يجيني البرفرال بروسيس of the first order neuron عن طريق the spinal nerve عن طريق the dorsal root يصل إلى the first order neuron. من the first order neuron يدخل إلى the second order neuron يصعد للكورتكس. هذا هو the path way of the somatic sensation. بس هذا شنو حامل؟ أي نوع من the sensation حامل؟ حامل the pain والtemperature والtouch والvibration، هاي general sensation العامة. هذا هو the pathway of the sensory somatic. زين، السنسري اوف فيزرال اوف يعني السمباثيتك شنو هذا؟ نفس الشيء. الفيرست اوردر نيورون هو الدورسال روت جانجليا، السكند اوردر نيورون هو بوستيرير هون سيل. بس الاختلاف وين؟ باختلاف بالموداليتي وبالباث. الموداليتي شنو؟ هنا اولا السكن ما بي سمباثيتك افرنت اور فيزرال. زين، الفيزرا يعني الابدومينال فيزرا والثوراسيك هي اللي بيها الافرنت سمباثيتك افرنت. لكن شنو الفرق هنا؟ ما تحس للبين، ما عندها مو مال بين، لا انسى، ولهذا هي انسيتيف تو بين والتاتش والكاتنج والكولد. لكن سنسيتيف المن سنسيتيف الى الديستنشن الريتيشن كيميكال تشينجز از ان ذا اسكيميا.
زين لان راح يصير accumulation of the lactic acid زين فيصير chemical change هيك تحس ولهذا هي ما تحس بالم تحس شنو بهذا distension irritation و chemical changes زين شنو الباثوي مالته من الاورجان من الاورجان سواء heart stomach intestine من الاورجان يدخل الافرنت سمباثيتك افرنت يدخل السمباثيتك تشين سمباثيتك التشين او التراك عن طريق الواي تراماي كوميونيكيت يدخل الى النيرف زين يدخل الى السباينال نيرف السباينال نيرف يوصل الى الدورسال روت بعدين الفيرست اوردر نيورون يصير لهم ريلي وبعدين الى السكند اوردر نيورون ويصعد الى الكورتكس يعني هنا اكو تشابه من هنا اكو تشابه زين من هنا اكو تشابه بين السوماتيك والسنسر السوماتيك شنو سكين قلنا النيرف بعدين يوصل الى السباينال نيرف بعدين يوصل الى الروت من هنا لهنا من هنا من السباينال نيرف هذا من هنا من هنا لهنا هذا طريق مشترك لكن هذا هو الاختلاف هذا طريق اختلاف انه من الاورجان اكو افرنت سمباثيتك افرنت يدخل السمباثيتك تشين يطلع من السمباثيتك تشين عن طريق الواي تراماي يدخل النيرف اوكي راح يمشي ويا السوماتيك افرنت يتحد الفيزرال افرنت والسوماتيك افرنت يمشي الاثنين لا تنسوني يروحن الى الفيرست اوردر نيورون عن طريق الدورسال روت ومن عنده الى السكند اوردر ومن عنده يصعد الى الكورتكس هنا من يوصل للكورتكس الكورتكس راح يصير عليه يعني كونفيوز ما يقدر يحس انه هذا الامبلس جايته من الفيزرا ما عنده هيك لان ما نوت سنسيتيف تو ذا البين زين فشنو ريكوجنايز هاي الامبلس اللي جايته من الاورجان از ات از كومينج فروم ذا الدرماتوم اللي عنده رود فاليو او السبلاي مالده اللي السبلاي برود فاليو سيميلر تو ذا اورجان زين يعني الانرفيشن مالته مال المنطقه بالجلد الانرفيشن مالتها اللي نفس الاورجان راح الكورتكس يتصور انه جايته من هاي المنطقه من الدرماتوم اللي له انرفيشن نفس الاورجان واضح فيشعر انه الالم من هذا الدرماتوم ولهذا يسموه referred pain لأنه يحس الألم بمكان بعيد عن الأورغان affected زين ليش حس بي لأنه اثنيناتهم innervated by same root value okay فيسموه فالبين يكون ريموت فروم ذا ديزيز اورجان فيسموه ريفيرد بين ليش لانه ريفيرد تو ذا درماتوم هوز الرود فاليو از سيم از ذا افكتد اورجان وهذا ليش تحدث لانه الفيزرال افرنت والسوماتيك افرنت شبيهن اللي يجني من مناطق مختلفه كونفيرج اون ذا سكند اوردر نيورون اوف سباينال فيصير شنو كروس توك بيناتهم فراح يصير كروس توك بس شلون لعد شلون يفرقه عن انه الديزيز مال الدرماتوم لو الديزيز مال الاورجان الديزيز مال مال الدرماتوم يسموه سوماتيك بين اذا ديزيز مال الدرماتوم نفسه هذا سوماتيك بين يكون شنو يكون شارب ويكون واللوكلايز زين بينما اذا هذا جاي ريفيرد هذا راح يكون شنو دل وبورلي لوكلايز زين واضح هذا هو هذا الفرق بين الاثنين ففي حاله الهارت في حاله الهارت شنو اذا صار بي اسكيميا راح يصير اكوموليشن اوف ذا ميتابوليك برودكت يتحفز السمباثيتك افرنت زين اللي موجوده بالمايوكارديوم الامبلس راح تنقل عن طريق السيرفايكال كاردياك برانش اللي حكينا عليه هنا قلنا الهارت ياخذ انرفيشن من البوست جانجليتك فايبر من اللي يعني انرفيشن يجي له من السيرفايكال جانجليا ويجي له من الثوراسيك فينقل عن طريق اثنيناتهم من السيرفايكال كاردياك برانش ومن الثوراسيك سبلانيك يدخل الثوراسيك جانجليا اوف ذا سمباثيتك تشين
زين من عندها الامبلس تنقل عن طريق الوايت ماتر الى الثوراسيك سباينال نيرف اللي تي 1 الى تي 5 اوكي، ومن عندها للفيرست اوردر نيورون زين، وفيرست اوردر نيورون يدخل الى السكند اوردر نيورون زين، يوصل الى السكند اوردر نيورون اوف ذا يا سيجمنت تي 1 وتي 1 و5 زين، فراح يشعر الالم، راح الالم يشعره وين؟ بالديرماتوم مال التي 1 والتي 2 ويحسه على الابر ميديال اسبيكت اوف ذا ليفت ارم زين، لو يحسه بالبريكورديوم، البريكورديوم لانه هاي البريكورديوم هي الديرماتوم مالها هو التي 2 الى التي 5 تي 5 زين، وشكرا.